أبدأ منك دكتور محمود. يعني كنا نتوقع بداية مختلفة لمجلس المفوضين الجديد. تحذيراتكم بدأت قبل رمضان أصلا من المسلسلات والإسفاف الذي قد يحصل والتنبيه والتنويه. بالنتيجة طلعت بعض المسلسلات، كانت ردة الفعل مالتكم قاسية يعني وحادة بشكل بصراحة يعني أرعب الوسط الفني كله. ليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك، شكرا على الاستضافة، تحية للضيوف الكرام ولمشاهديكم، رمضان كريم على العراقيين جميعا. الحقيقة في مقدمتك ذكرت نقطتين مهمة، وهي لماذا الإساءة لأهل الجنوب، وبنيت نقطتين أساسية. الأولى قلت أنه أكو منتجين عندهم هدف الإساءة، يعني إساءة هادفة، وهناك من يحب على طريقة خالف تعرف أن يكون بارز وواضح. أنا أعتقد بشكل واضح أنه موقفنا اللي توصفه حضرتك بمجلس المفوضين الجديد بأنه كان قاسي، أنا أعتقد بأننا كعراقيين كنا عشنا حالة الألم من استمرار الاستهداف علينا وعلى ناسنا وعلى أهلنا بدون ذنب. أهل الجنوب أهل طيبة وأهل كرم، إذا ما أريد نحكي عن الحشد وما أريد نحكي عن، خلينا نحكي عن خليجي 25 اللي قدم صورة عراقية جميلة يفتخر بها العراقيين من زاخول الفاو، وهذا كان بالبصرة عند أهل الجنوب. بالتالي هذا الجنوبي ابن البصرة اللي هي قدمت هذا الكرم العراقي الأصيل، هاي التضحيات اللي مضت، هذا العطاء مقابل من الفنان العراقي ومن الدراما العراقية بهذه الطريقة. أنا أستغرب كثيرا الحقيقة. اليوم قبل ما أدخل الاستوديو قرأت تعقيب أو بيان لوزارة الإعلام الكويتية حول مسلسل دفعة لندن اللي بيه إساءة لمسلسل هو بالأصل غير كويتي، ومع ذلك وزارة الإعلام الكويتية تصدت للموضوع وأصدرت بيان وأدانت فيه وأشارت إلى أن مؤلفة المسلسل أصلا عليها إلقاء قبض ومطلوبة للقضاء الكويتي. أنا أعتقد بشكل واضح أنه ردة الفعل كانت شيء طبيعي، لا بل إحنا أصلا حجمنا ردة الفعل الجماهيرية الغاضبة اللي وصلت إلى أبواب هيئة الإعلام والاتصالات. أنا وصلت أول أمس صباحا إلى مقر عملي، وجدت شيوخ عشائر وأبناء عشائر متجمعين داخل الهيئة ويطالبون الهيئة بموقف جاد. هم يتصورون أن لدينا سلطة ممكن أن تقوم بعمل تنفيذي في إيقاف المسلسل، ونحن لا نملك هذه السلطة، ولكننا بناء على ما شهدناه في الرصد الإعلامي أولا، نحن لدينا منظومة رصد ترصد المخالفات اللي على أساسها موضوع لوائح للعمل. كل الأعمال اللي تعرض من إعلام من فن من دراما وتعرض من شاشات التلفاز، بالتالي نحن لدينا رصد إعلامي لها. وجدنا هذه المخالفات والإساءات واضحة في اليشماغ الجنوبي، في مضيف القصاب، في طريقة الإساءة، إساءات متكررة لا يمكن أن يتحملها إنسان يعرف الجنوب بحقيقته. وإحنا ولد الجنوب بصراحة أحكيها، وما يستاهل الجنوب هيك نتعامل وياه. لذلك كان موقفنا طبيعي جدا. أصدرنا تصريح ابتداء عبر السيد رئيس الجهاز التنفيذي الدكتور علي المؤيد، قال لوكالة الأنباء العراقية أنه نبلغ قناة اليو تي في على اعتبار كانت يوم عطلة، فنبلغهم بأنه يتوقف هذا البث لأنه فيه إساءة. وبعدها صدرنا كتاب وأرسلناه عبر البريد وباليد لقناة اليو تي في. ما هي القسوة في الموضوع أن نصدر كتابا ونقول لهم هذا المسلسل مخالف للوائح وللقيم المجتمعية وفيه إساءة؟ والمنتج الإبداعي شنو القسوة على المنتج؟ أنك توقف وتحجم المنتج الإبداعي، ولذلك هاي قسوة. وش عنده أستاذ كريم المنتج الإبداعي؟ هو عنده مادة الدراما تطلعها. الدراما وصف للواقع، ونحن سمعنا تبريراتهم جميعا كل الذين برروا للمسلسل وهم لا يتعدون أصابع اليد أمام مئات الآلاف. أنا من الناس اللي استلمت اتصالات وبرقيات من شيوخ عشائر بالغربية ومن الموصل ومن صلاح الدين يستنكرون الإساءة لأهلنا. هذا اليشماغ اللي طلع، لو كان اليشماغ الأحمر وبهذه الطريقة نستنكر بنفس الطريقة، لأن هذه إساءة للعراقيين. مو هاي مضايفنا، مو هذول نواسنا. طيب. ليش نقدمهم بهاي الصورة؟ أنا ما أعرف. هاي الأعمال الدرامية، هذه المواضيع اللي يمتلئ بها العراق، ماكو موضوع غير الإساءة لأهل الجنوب يجون يترصدون في كل مرة. فكان طبيعي أن يكون موقفنا
بهيئة الإعلام وبمجلس المفوضين هو التصدي لهذا العمل.